كان الهدف من دراستي اني اصنع سيارة ذات قدرات هندسية جدا عالية تتغلب على جميع الظروف الصحراوية، شيء مو موجود في العالم، وشيء يكون تصنيع 100% سعودي، عندها قدرة هندسية زي سيارات الرالي وافضل، تقدر تمر على مناطق جدا وعرة بسرعة فوق 200 كيلومتر في الساعة. لما اقول مناطق وعرة اتكلم على مناطق حفر ووديان على ارتفاع متر، وبكل انسيابية مقصورة تستمر ثابتة، وكفرات هي اللي فقط تتحرك. السيارة عندها المقدرة توقف على 3 كفرات، الكفر مصفح، المواد المستخدمة هي مواد ايروسبيس، جميع السيارة مصممة في برامج هندسية جدا عالية، نفس اللي تستخدم في الطيارات. أزيد من الفوكس هذا وأطرح السيارة هذه، أقدمها للقطاع العسكري كخدمة. أنا عندي العلم الهندسي في مجال هذا، وأقول لهم إذا هذا فيها احتياج للقطاع العسكري السيارة جاهزة. عرفت فهد الحمد لله علاقة الأحسان من قائد القوات المشتركة، وبناء على طلبة قمنا بصناعة السيارة رقم 2 اللي هي اسمها ناصر. هي سيارة مدرع مصفحة، نفس القدرة اللي تقدر تسويها هذه وجميع القدرات الهندسية اللي موجودة فيها، ولكن 100% مصفحة. هي سيارة وزنها 3100 كيلو جرام تقريبا. الحديد المستخدم هو الأفضل في العالم، اسمه أرمكس، جدا خفيف جدا صغير، ولكن التعامل معه صعب. اضطريت اني اخذ دورات في المكان المصنع له، كفي 3 اشخاص راكبين وغن مان. سيارة عندها القدرة انها تصير فولي اوتوميتد ريموت كنترول، نقدر نحط عليها ريموت ويبن ستيشن، نقدر نطورها، بس هذه كانت بناء على المواصفات الطلبات اللي طلبوها. هي مستوى التدريع فيها BR6، هذا مستوى جدا عالي، على وزنها جدا خفيف. فيها قدرات إضافية أضفنا اختراع جديد فيها، اختراعين. الأول هو ستيبلايزر سيستم، يخلي السيارة إذا دعست بنزين بسرعة ما يرجع وراء، وإذا ضربت فرامل ما ينزل. ليش سويتها؟ لأنه إذا تطلع الجبل، جبال شاهقة زي اليمن، ودعست ما تقلب السيارة، أو إذا تورطت فوق في الجبل علقت ما تبغى ترجع ما تقلب فيك، فتحافظ على الستابلتي. هذه اختراع جديد وقاعدين ركبناه، قاعدين نشتغل عليه كتطوير أفضل. اختراع الثاني إضافي غير الاختراعات الزايدة عن هذه، فيها هيدروليك سيستمز، يرفع السيارة 1.5 متر عن سطح الأرض، يعني إذا غرزت يقدر يرفع نفسه هو قاعد في سيارة، يرفع ينزل حط تراب تحت الحصى يمشي بسرعة، ما يحتاج إذا عنده في ناس قاعدين يطلقون عليه. شغلة ثانية، إذا علق في صخرة، هذه صارت لي أنا شخصيا، أنا علقت في صخرة وفكرت فيها، علقت تيم الصخرة تعلق في الشاصي من تحت، فأنت تبغى تعلق تطلع من المازق هذا ترفع نفسك، تضغط زر تسوي دروب بسرعة تكسر الصخرة، الحين فكيت الحصار عنك وتكمل طلوع. كل هذا وانت جوا السيارة، يعني عندك قناصة عليك ستيل تسلم من الشغلة. هذه مصرح لها، يعني مش المواصفات السلامة أول شيء لازم تتبع، من ناحية تانك البنزين، السيت بلت كلها FIA listed، الشاسيه سماكاته يعمل له تجارب طبعاً. أنا ذكرت قبل شوي أول شيء نصمم البرنامج زي ما صممنا هناك، هذا الشاسي تبعها. إيه هاي كلام عام. تصمم الشاسي، تعمل له فاينل تيلر متناسق في الكمبيوتر، تتأكد إن كل اللود بوينتس إن السيارة قادرة على إنها تتحمل كل الضغط. بعدين نحط عليها سنسرز ونطلع نجرب لمدة 2 سنين. تأكد إن ما في موفمنت. بعدين لما نخلص من كل الفيديو والمطبات، أنا انقلبت في السيارة 3 مرات ولا شيء جاني، أنتجنا 10 من هذه، وأنتجنا 1 من هذه عشان نوديها المشترك إن شاء الله، 1 لنا تجارب. ناصر على اسم الوالد أولا. الشغلة الثانية طبعا الوالد هو اللي دعمني لمدة 10 سنوات من بعد الدراسة، فتح لي مصنع، صرف على رحلاتي وعلى سياراتي، فأكيد سميتها على اسمه. وسيارة ناصر فيها من النصر، سيارة حربية إن شاء الله ما تجلب النصر إن شاء الله.